رأيي يعني ثمن مناسب ما بين 4000 درهم تبقى ثلاث ماتشات وما بين 3000 درهم تبقى ماتش واحد تمشي في المستوى الجماهير، وتنتمناو ان شاء الله حد اوفر للمنتخب المغربي ان شاء الله نحط ثلاث نقاط يحد هذاك القيل والقال ديال نهار الماتشات اللي حابين، حيت المدرب عارف اش يدير ونخليو الاداره التقنيه تخدم، حيت القيل والقال خايبه راه حيت ذاك التشويش خايب. ان شاء الله نشوفوا الماتش الاوفيسيال عاد نهضروا عاد نقولوا واش كاين، حيت الماتشات اللي حابين تيبقاو حابين وداك الشيء تيبقى للمدرب، ونتمناو حد اوفر الجماهير بغيو تساند تمشي بسلام وتجي بسلام، والتحيه للزنقه. بالنسبه للمنتخب الوطني هذا الوطن ديالنا خصها تكون عندنا عليه غيره، وكنتمناو دائما يعطينا شي وجه مشرف كما شفنا في روسيا راه كان الفار تعدى علينا. الحمد لله قدموا مقابلات طيبين، وعندي تفاؤل المنتخب المغربي ان شاء الله غيقدم شي حاجه مزيانه، رغم هناك شكوك في المنتخب. سيرونار راه كان مع زامبيا خسر جميع المقابلات اللي كان لعبوا مع زامبيا استعداديات، ولكن المجال هذه خدا الكان وتبارك الله، نتمنوا داك الشيء اللي وقع لزامبيا وقع حتى حنا. احنا مهاجرين بايطاليا جينا للمغرب وغادي باش نشجعوا المنتخب ديالنا لان عنده فيه ثقه كبيره، وغادي ان شاء الله يزيد القدام، وغادي نبقاو تنجيبوا الكوب معنا ونجيو ان شاء الله الا كتب الله. لا التوقعات بان الماتشات الاولين غنفوزوا فيهم كاملين سون ديسكوسيون، اذا الفينال كيبان لي غادي ندوروه مع مصر وغنجيبوه من عندهم ان شاء الله. كنشوف ان المنتخب المغربي غيربح وغنجيبوا معنا لا كوب، لانهم ديما فايزين ولانهم حاضرين للجمهور على قبل الجمهور المغربي. نتفائل بان المنتخب المغربي غيقوز الدور الثاني، وكنوجه للاعبين بان يقدموا مجهود كبير رغم الهزيمه ديالنا بمقابله الوديه ضد زامبيا ب3-2. كنقول لهم هذه ماشي نهايه العالم، هذه مقابله وديه مقابله عاديه ماشي بحال المقابلات الرسميه. كنقول لهم بان احنا بغينا لكم واحد الحاجه، قدموا لنا مجهود كبير كما قدمتوا اليوم في روسيا. كمتتبع المنتخب الوطني كما تيشوف الجميع غني على التاريخ لا وكوشك، اللي تنتمنى هو ان المنتخب الوطني الحمد لله عندنا واحد الثقه فيه بعد ما شفناه، واخا رغم الهزائم اللي تلقى اليوم في مراكش الحمد لله جوج هزائم ضد زامبيا وقد ناميبيا ما تبيناش بان ما تنخوفوش على المنتخب ديالنا، اللي هذا تنتمنى ان شاء الله من المنتخب ديالنا ان احنا خصنا نساندوه ونعطيوه الثقه الكامله بالتشجيعات ديالنا، وحنا عندنا اليقين في المدرب ديالنا اللي شفناه 3 سنين هذه هو معنا العام الرابع هذا، بعد ما شفناه في روسيا الحمد لله المنتخب دار واحد المنظر مشرف، هذا تيتبين ان شاء الله احنا حتى حنا غادي نزكيو احنا كجماهير باش نحفزوهم ونشجعوهم حتى اخر لحظه، وتنتمنى من ان شاء الله اللاعبين باش يكونوا رجال حتى هما يكونوا رجال. علاش نقول رجال؟ لان تنقول هذا العذاب اللي تعذب الجمهور ما يمشيش خاول ويفاض، وحنا تنتمناو من هذا الكاس نجيبوه ان شاء الله. لا رام ديما الحمد لله معزوزه ماشي تنشكرها، لا رام ديما حاضره معنا الحمد لله بالماكولات ديالها هذوك لي سيبور ديالها، تنقولوا المضيفات والمضيفين تا هما تنشكرهم، وعلى الناس المطار تا هما تنشكرهم على الخدمات ديالهم، تيوفروا لنا الحمد لله التنقل هو تنشوفوه بعينينا الحمد لله، الطائره الحمد لله في المستوى اوروبا، تنتمنى ان شاء الله باش نمشيو مسيره موفقه. تنشكر السيد الرئيس الجامعه بهذه المناسبه لانه قام بواحد الدور اللي اجي تشكر عليه رئيس الجامعه، لانه الحمد لله وفرنا الظروف ديال البيت ديال التيران البيت الطائره، هذه ماشي سهله ماشي تنجامل، ولكن هذا الشيء هو الحمد لله من نهار جا رئيس الجامعه الحمد لله كاين خدام الحمد لله، شفنا ملاعب شفنا شحال من حاجه الحمد لله، هذا تنشكروه. ولكن ما نساوش واحد الرياضي الاول الا هو صاحب الجلاله محمد السادس اللي وراء هذا الشيء، لانه الحمد لله بفضلو ما غادي تكون حتى شي حاجه. بالحاجه نبغيو نمشيو بالسلامه وندوز الامور بخير، وان شاء الله يفرحونا المنتخب الوطني وندوز الامور في حاجه مزيانه، وان شاء الله يفرحونا وما يخيبوناش. حصلنا على التاشيره كانت الظروف كلها مواتيه والحمد لله توفقنا باش نمشيو في الرحله. الحدود ديال المغرب هو ان ان شاء الله الدومي فينال ولا كارت فينال مضمون انا من عندي، ويخلوا المدرب يخدم ونصي المغاربه راه عيقوا على هذا المدرب بزاف، لانه مدرب يلا تاهلنا للمونديال لالجيري من مورا المونديال كانوا تيقولوا هاد دي كوب دافريك، ولكن
راه الفرقه ملي كتجي المونديال كيوجدوا لها جميع الفروق. يلا فيف لي ماروكان.